بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة، أعلنت شركة STC البحرين، الشركة الرائدة في عالم التكنولوجيا الرقمية، أعلنت إنجازها المرحلة الأولى من حملة أشجار من أجل الحياة بغرس 35,000 شجرة في مختلف مناطق مملكة البحرين. وبهذه المناسبة أكد وزير النفط والبيئة أن حملة أشجار من أجل الحياة تترجم التعاون البيئي والمناخي بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تبني البرامج والمشاريع التي تهدف إلى مضاعفة عدد الأشجار وتعزيز جهود المملكة الرامية للتكيف مع آثار تغير المناخ والوفاء بالتزامات مملكة البحرين لتنفيذ أهداف اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ. أشاد سعادة الوزير الدور الوطني والمسؤولية البيئية التي تتمتع بها STC البحرين والجهات المتعاونة والمشاركة في هذه الحملة وما حققته من جهود مثمرة خلال المرحلة الأولى خلال العام الماضي. وايد ممنونين للعمل اللي قاموا فيه الأخوان في STC، تعاوننا معاهم في المجلس الأعلى للبيئة من بداية أول يوم للمبادرة هذه. كانت الفكرة تتكون شلون نقدر نشمل القطاع الخاص في مشروع الخطة الوطنية للتشجير، تم عن طريق STC. STC تتواصل مع الكثير من الشركات، خصوصا الشركات اللي تتعامل فيها، لتخصيص كمية معينة من الأشجار بتبرعات من هذه الشركات لموظفيها، وبذلك موظفيها بيقومون بزراعة الأشجار هذه في بيوتهم. احنا نهدف حقيقة من هذه المبادرة والشراكة مع القطاع الخاص ليس فقط أن نزيد عدد الأشجار، ولكن زيادة الرقعة الخضراء وما لها أثر بيئي كبير. وأيضا اليوم قطاعات كثيرة مشاركة معنا، قطاعات حكومية، قطاعات خاصة، شركات، شراكة مجتمعية من الجمعيات، فالجميع اليوم يهدف المواطنين، فاليوم الجميع يهدف حقيقة للشراكة معنا في هذه المبادرة، وهي مبادرة وطنية بالدرجة الأولى. مملكة البحرين على مستوى المنطقة وكذلك عالميا هي أحد الدول القائدة في الاستدامة وكذلك في خفض انبعاثات الكربون للوصول إلى الحياد الصفري إن شاء الله بعام 2060. طبعا STC شركة ولله الحمد سباقة في هذا المجال، عملت مع كثير من شركائها في القطاعين سواء كان القطاع العام أو القطاع الخاص، والحمد لله اليوم نعلن الوصول على 25% من الهدف السنوي لحكومة البحرين تم تحقيقه ولله الحمد في عام 22 فقط بمشاركة STC مع شركائها. طبعا تواجدنا اليوم في هذا تدشين 35,000 شجرة، وبما معناته 35,000 حياة، فبالتالي هذه يساهم شراكة مجتمعية وتساهم بدعم الغطاء النباتي ومشروع التخضير البحرين، ووزارة الزراعة والبلديات ممثلة في وزير البلديات المهندس وائل المبارك ما يحث دائما على أن يكون هناك شراكة مجتمعية.